أهلا وسهلا بكم الناس الكل في رانديفو جديد من شوبوك على أسترولاب تي في. نهار الاثنين 16 سبتمبر 2013 زياد الهاني خرج من الحبس والتحق ديريكتومون مسيرة الصحفيين المندى بالممارسات الدكتاتورية في القصبة، وكان استقبال هايل برشا. الحكاية ماهيش كان في شخص زياد الهاني، أما الدلالة متاع الإفراج اللي نجمو نعتبروه انتصار الإعلام على السلطة. الصحفيين والإعلاميين ندوا بتوظيف القضاء من أجل سجن وترهيب الصحفيين والإعلاميين والمبدعين. هذاك علاش الخلافي والموازي الكل جاء في وجه وزير العدل. وزير العدل اللي قال نحن لا نقف وراء إيداع الأشخاص في السجون كما لا نقف وراء الإفراج عنهم. السؤال اللي يطرح نفسه لهنا، أنت بالضبط وين واقف؟ بون سكي سور ماكش واقف وراي، وعلاش واقف كيف أنت ما عندك حتى صلاحيات؟ أخطاك سي نذير، علاش تمسخ في روحك؟ اللي تبعهم راهو ما عنده وين يوصل، والتاريخ لا يرحم، هاو باش ترسيلك في المشاكل مادام القضاء راقد عليه النهضة. السيد وزير العدل ستتم ملاحقته قضائيا بتهمة أنه تستر على جريمة إيداع مراد المحرزي في السجن، لأنه جاه تقرير، التقرير هذايا فيه المظلمة اللي تسلطت على زميل لو إيداعه للسجن دون موجب قانوني. وقت اللي باش يجاوب السيد وزير العدل على التهمة هذه ويتفتح معها تحقيق، وقتها تو نعرفه هل هو كان بالفعل على علم بالمذكرة اللي قدمت ليه، وإلا أنه ثم جهة أخرى هي اللي تقرر مكانه. نرجع للإضراب، ما هو كيما العادة فما وسائل النجم نسميوهم علو شيء ما استعرفتش بالإضراب. بون هو النجم وما نصنفوهمش كوسائل إعلام على خاطر نحسوهم ويخدموا في قطاع تربية الماشية مش حاجة أخرى. الوطنية 2 من القنوات اللي كسرت الإضراب، مدير القناة حب يفسر وقال إنه القرار جاء من مجلس الإدارة والأعوان جوست نفذوا. ويظهر لي زادة يمكن من الحاجات الباهين في أنهم عدوا المداولات أنه اكتشفنا بطل العالم في التلحيس في وزن الفروج، تلحيس من النوع الثقيل وفات حدود الوطن وتحدى الجبال والرياح والبحار وصر القطر يا أبو قلب. أريد أن أحيي دولة قطر على مساعدتها لنا هذه المساعدة التي تتجسد كان لاحظتوا حاجة أخرى في الفيديو، السيد اللي قاعد على يسار الكرون، ركزوا معاه بربي. رضي ده عبيط قوي، شبه علبة الكازوزة المطبقة. احنا بوسائلنا الخاصة عملنا زوم على الكرسي بتاع السيد هذا ولقينا مسحوق غريب. بعد ما عملنا الفحوصات اللازمة اكتشفنا نوعية هالمسحوق. الوطنية الثانية كانت زادت نجم تحرمنا من التصويرة هذه. الحبيب خضر مخرب الدستور يرفع شعار رابعة العدوية في وسط المجلس، برشا قالوا هذا ما يلزمش نسكتوا عليه وتصرف غير معقول وما يجيش. ما حبيتش نظلمه، يمكن يقصد مساندته للإخوان، ويمكن زادة عنده كترير للبيع، وإلا زادة بعد نهار خدمة أبدى رغبته باش يعمل حارة وإلا زوز، والله أعلم. سي سيور زادة راكم سمعتوا بهك الخبر، اللي ما تفهمش تضحك وإلا تبكي كيف تسمعوا. هاو قال لك نبيل القروي يمكن يكون مرشح باش يكون رئيس حكومة. إذا كان وصل نبيل القروي لرئاسة الحكومة من المنبر هذا نعلمكم أني وقتها باش ننضم لتنظيم القاعدة بقناعة أنه الجهاد فرض عين. والله ما خرجنا إلا لنصرة هذا الدين. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر.
Mama takes this bed with me. I can't use it anymore. It's getting dark to see. It's like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking.